السلام عليكم. احنا الان موجودين في معرض اكسنس، واحد من اكبر المعارض بالعالم. احنا الان عند براند اسمه سيميمي، صناعته اسبانيه في طيوبه. براند سيميمي براند اسباني. هناك براند ثاني اسمه هارمونيست، براند فرنسي. بونجور. عندنا براند ثاني اسمه هاند كرافت، براند ايطالي اسمه كثير كمان في الارما ديفيوزر. مونوم اوبتيكو ايطالي. بونجورنو. طبعا عند اصحابنا الايطاليان والروس مع بعض، مينتي انترناشونال، عاملين ديزاين كتير جميل. لو طلعنا على الستايل تبعهم شايفين انه يعني طايرين في مركبة فضاء. براند تبعهم كتير جميل، عاملين كونسبت رائع جدا. شايفين الكونسبت تبعهم ماي فلاير، بدهم يطيروا زي الصاروخ بدهم يطيروا. عاملين كوليكشن كتير مميز. مينتي البراند اسمه مينت. بونجور. بونجورنو. كاك ديرا. براند اسمه سيميوني اند رولي من ايطاليا. عامل هنا برضه حلو، عامل ارت وورك على الصين. شايف كيف؟ عامل ارت وورك على الزجاج. نكمل عند كارير فيرس. فرنسا. عامل اكثر شيء زي الكورونا، عامله يجي هون على هذا العالم المدني. دائما فرحانين المشاهدين. يلي بوسكولي من ايطاليا. مانوس. كمان هذا الكور جينيا من اسبانيا. شايفين الارت وورك والخلف تبعينهم.